ما حقيقة ما يحدث؟ هل احنا عرفنا ان في امواج كانت عاليه شويه على شواطئ الاسبان، على شواطئ اسبانيا، هل ده ممكن يؤثر بشكل ما او باخر على المتوسط في الشواطئ المصريه؟ تمام سعادتك، هو يشرفني ان انا اوضح لسعادتك وللساده المشاهدين نقط اساسيه. السونامي بيحصل ازاي؟ السونامي بيحصل نتيجه ثلاث حاجات بس، ملوش دعوه بتغيرات المناخ ولا اي ظروف جويه ليها علاقه بالسونامي. السونامي يحصل نتيجه يا اما زلزال، تمام، يا اما بركان، يا اما سقوط نيزك او حاجه من الفضاء في الميه. يبقى لازم يكون الزلزال ده في الميه مش على الارض. ليه؟ عشان اي اهتزاز لقاع البحر يؤدي الى اهتزاز لعمود الميه فوقيه، ولازم يكون حجم الميه عشان يحصل سونامي ارتفاع عمق الميه وارتفاعها من منسوب القاع بتاع البحر حوالي 2000 متر فيما ازيد من ذلك. تمام، يعني بنتكلم على حجم ميه ارتفاعه 3 كيلو لازم يتحرك نتيجه هزه ارضيه. تمام، عشان يحصل الهزه الارضيه دي لازم احنا عايزين قوه حوالي 7 ريختر. اذا بنتكلم على موضوع ان يحصل زلزال 7 ريختر في الميديترينيان، ده شبه حاليا ضعيف جدا، ويعني البروبابيليتي بتاعته لا تتعدى 1% في قمه الضعف السنين الجايه دي، السنوات اللي جايه. لكن في السونامي حصل في الميديترين، حصل في الميديترين وحصل في التاريخ، حصل قبل كده كان 1800 تقريبا حاجه، كان اسكندريه. بالنسبه لاسكندريه حصل السونامي، حصل في تركيا 1998 في زلازل عندهم بسيطه. لكن اللي انا بالنسبه انا بتكلم على اسكندريه، البروبابيليتي بتاعت اسكندريه، بروز اسكندريه شبه منعدمه في السنين اللي جايه دي القريبه. احنا مش اسكندريه بس، احنا يهمنا كل شواطئ المتوسط. يعني ابتداء من الرفح والعريش لغايه السنون. ما هو انا بتكلم على الشواطئ اللي هو الساحل المصري كله. ايوه، فشواطئ الساحل المصري كله لم تتعرض لتسونامي قوي غير في التاريخ غير مرتين، سنه 365 وسنه 1303. دول لما حصل عشان يحصل السونامي على الشواطئ المصريه كانت الزلزال ساعتها قوتها 8 ريختر. الاثنين لازم يحصل زلزال عند منطقه كريت بقوه 8 ريختر. طيب الاحتماليه دي حدوثها قد ايه؟ ضعيفه جدا. عندنا الزلازل اللي بتحصل، يعني مثلا احنا عندنا زلازل يوميه ثلاثه احنا ما بنحسش بيها، هزات ضعيفه جدا. ما في دي كل يوم موجوده في الهزات دي موجوده، لكن الانسان ما لا يحس بيها، الحركات البسيطه دي خالص ما فيش احساس بيها خالص. فاذا عايزين نوضح نقطه مهمه جدا ونطمن الناس ان حدوث الزلازل البروبابيليتي بتاعتها تعتبر شبه منعدمه تجاه السواحل المصريه في خلال السنوات القريبه ديت. ليه؟ لان البروبابيليتي بتاعتها بتحصل كل راوند 900 سنه. فلو جينا قلنا البروبابيليتي بتاعتها من 1303 و 900 سنه، يعني احنا بنتكلم ما بعد ال 2100. فاذا البروبابيليتي قرب حدوث هذه التجمعات وهذه السايكل تحصل مره ثانيه ما بعد ال 2000، لكن في بروبابيليتي، البروبابيليتي دي احتماليات، لكن احتمالياتها في السنين القريبه دي تعتبر في قمه الضعف. دي اللي انا عايز اوضحه النقطه دي. بالنسبه للامواج اللي موجوده، الامواج الموجوده دي فوركاستنج، يعني نواه. النواه اللي ممكن بتحصل في الشواطئ دي نواه طبيعيه بتحصل طول على مدار السنه، ملهاش دعوه بالتسونامي خالص. لكن نيجي نتكلم بقى على حركات البراكين اللي موجوده زي صقليه او مثلا اسبانيا والحاجات دي كلها اللي هم اتربط بيهم النقطه ديت بالظبط. دي انشطه بركانيه ما حصلش منها انهيارات، انهيارات تهز عمود الميه اللي موجود فيها، ولكن دي انشطه بركانيه بيطلع منها كل الضرر بتاعها الغازات السامه اللي بتطلع من فوات البراكين اللي هي ممكن تؤثر على المناطق القريبه منها زي منطقه زي تونس والمناطق ديت. لكن دي ما بتوصلش عندنا لان بيحصل عمليه ديستربنس لها على طول الوقت. فاحنا النقطه دي انا عايز اطمن الناس بالنسبه للتسونامي، احنا البروبابيليتي في غايه الضعف. احنا مش اندونيسيا ولا اليابان، معدلات عاليه جدا واحتماليات عندهم عاليه جدا. احنا عشان تجميع الطاقه، عشان احنا يحصل عندنا في منطقه البحر المتوسط او كريت زلزال قوي يتعدى السبعه او الثمانيه دوت، يعني دي محتاجه تجميع لطاقه عاليه جدا، البروبابيليتي بتاعتها تعتبر شبه منعدمه في السنوات القادمه دي.